هينضم إلينا أستاذة مها أبو بكر المحامية والحقوقية. صباح الورد على حضرتك. صباح الهنا عليك يا حبيبتي وعلى مصر كلها. صباح الورد. كنا عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك، شفتي مشهد دور المرأة إزاي خلال الثلاث أيام في الانتخابات الرئاسية؟ أولا خلينا نقول أنه مشهد الانتخابات الرئاسية أظهر أن مصر منورة بأهلها، يعني من أول تصويت لأولادنا في الخارج لحد تصويت في الداخل، مشاركة المرأة حقيقة الأمر ما كانتش مفاجأة، لأن هي يعني بقالها داخلين على 10 سنوات المرأة المصرية دائما في صدارة المشهد في كل الميادين في حقيقة الأمر. بينما الحقيقة أنه المفاجئ بالنسبة لي ويمكن لناس كتير رصدت ذلك، نزول للمصريين بكثافة، وجود الشباب اللي أول مرة يصوتوا اللي هم سن 18 سنة، اعتقد يعني العدد لا يتخطى، يعني عدد كبير لا يتخطى ال 20 عام، وبالتالي صحيح. انه ده اول مره ليه المشاركه في الانتخابات في استحقاق دستوري بمعنى ادق او استحقاق انتخابي. طبعا انتخابات رئاسه الجمهوريه هي اعلى استحقاق دستوري. المشهد اللي فيه المصريين نزلوا بهذه الكثافه في الحقيقه اثبت انه برغم الظرف الاقتصادي الخانق والازمه العالميه الاقتصاديه اللي رمت بظلالها على مصر، إلا أن المصريين وعوا للخطر الذي يحيط بنا من صحيح. حول فكرة الأحداث الأخيرة على أهلنا من بداية الأزمة الفلسطينية. صحيح، استشعرنا الخطر طبعا. صحيح. طب بالزبط. أستاذة مها، بما أن حضرتك محامية وحقوقية كمان، عايزين نعرف ما كانش في الانتخابات اللي فاتت دي أي مخالفات ولا أي خروقات، فده إن دل على شيء يدل على إيه؟ لا يعني خلينا نقول انه ما كانش في مخالفات تعيق العمليه الانتخابيه كويس. وده له علاقه بفكره الوعي المحترم والعظيم اللي بقى عند الشعب المصري. ايضا كمان لابد ان احنا يعني ندي التحيه لاهلها، المجتمع المدني قام بدور كبير جدا له علاقه بفكره التوعيه. كمان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، يعني كان في 20,000 متطوع من فوق الجمهوريه بيتابعوا العمليه الانتخابيه وايضا بيوعوا الناس بفكره الصمت الانتخابي وفكره تيسير العمليه الانتخابيه. كمان التحالف الوطني التنموي، الجمعيات الاهليه ايضا قام بدور كبير جدا. كمان خلينا اقول لك باعتبار بقى انه يعني دور المراه، الرائدات الروسيات، يعني امبارح السيد الامين العام للهيئه الوطنيه للانتخابات مستشار احمد البنداري قال انه في تشبيك مع رائدات الروسيات اللي بيعملوا حمله طرق الابواب لتوعيه المواطنين، انه ازاي هذا التشبيك اتى بثماره في الانتخابات الرئاسيه.